ورحمة الله وبركاته. أجمل وما أدراك ما أجمل وما أدراك من العطور أجمل. أجمل يا جماعة من الفخامة والعطور المميزة اللي أنا على المستوى الشخصي طبعا أنا جربت منه الأدهان وجربت منه الأعواد وجربت منه يعني بصراحة حاجات كتير جدا أجمل من إن الناس الشخصيات الشركات المميزة جدا فعلا وعندهم طبعا أدهان على مستويات. أنصحكم جدا إن أنتم تجربوا الدهن العود، يعني بالنسبة له في بعض منهم عجبني في بعض منهم طبعا ما عجبنيش، فاللي ما عجبنيش طبعا أنا ما بتكلمش عنه، ما بحاولش إن أنا أتكلم على يعني شيء سلبي. يعني العطر النهاردة هنتكلم عليه العطر المميز اللي أنا شايفه يعني إضافة مهمة جدا، هو إيفوك. عطر إيفوك من أجمل إيفوك، إصدار خاص يعني إيفوك جولد تحديدا، يعني لأن في مجموعة الإيفوك طبعا اتكلمت عن عطور منها برضو. لف لفها في القناة كده إن شاء الله هتستفادوا من المعلومات القيمة جدا اللي أنا فعلا بتعب عليها عشان اقدر ان انا يعني اوصلها لك. كمان انا ما ب... يعني ما بقولش المعلومات يعني او اللي انا بطلع اقوله في الفيديوهات غير لما اكون متاكد منها 1000000%، يعني كمصمم عطور وكمان كحاسة الشم بتفرق جدا كمان بالنسبه من شخص لشخص. فطبعا انا مش هجيب الانف بتاعتك اشم بيها ولا انت انا بدي لك انطباعي الشخصي، يعني فانا عايز اوصل لك ان انا بدي لك انطباع عن الشخصي، لان في ناس برضو كمان بتسالني انا جربت العطر لا العطر ما عجبنيش ما ناسبنيش، فعلا بكون يعني ما يناسبكش، لكن هو العطر كان مناسب بالنسبه لي، بس انا دوري ان انا اوضح لك النوتات العطريه، الهرم العطري، تدخلات العطور مع بعض، الترابط الافقي والترابط العمودي بالعطور، ان دي حاجات معلومات جوهريه في العطور في ناس كتير جدا ما تعرفهاش، ولكن لما انت بتكون عارفها بتكون بتختار بدقه العطر بتاعك. طبعا بالاضافه الى حاسه الشم بتاعتك والانف بتاعتك بقدر اوصل لك الريحه اكن انت ماسك العطر في ايدك وبتستخدمه بالظبط. ايفوك جولد اللي انا زي ما انت شايف دلوقتي الصوره بتاعته اهي. الحقيقه هو هنا تداخل بين الباتشولي وبين خشب العود وبين يعني مجموعه زيوت عطريه كده من ريحه الماء، ف طبعا التداخل ده مهم جدا في النوتات العطريه. فيها مقدمه العطر في النوريلي اللي هو النوريلي وكمان الجيرانيوم برضو موجود فيه، بالإضافة إلى الباتشولي وكمان العنبر والقاعدة العطرية كترتيب كده. مقدمة العطر هتشم فيه النوريلي كريحة كده، وكمان هتشم فيه ريحة الماء، ريحة الندى، ريحة الصباح كده هتشمها فيه في البداية، روائح مائية، وبعد كده هيقلب معاك على رائحة الزهرية من الزهور وكمان جيرانيوم. ريحة الجيرانيوم كمان يا جماعة منتشرة جدا، بتكون فواحة بشكل يعني كويس برضو مميزة. كمان بيبدأ معاك الباتشولي، يستقر معاك على الباتشولي وخشب العود. في ريحة كمان من اللافندر، حسيتها بريحة سويتية كده فيه من ريحة اللافندر، يعني برضو مع تداخل امتزاجه مع خشب العود والباتشولي بدي لك ريحة جميلة جدا، يعني حلوة مميزة. يعني العطر انا شايف ان هو اضافة مهمة جدا. كمان العطر تقدر تستخدمه في اجواء مختلفة خصوصا في اجواء الربيعية. السويتي برضو يعني حلو، تقدر تستخدمه في يعني الاجواء الربيعية، الصيف داخل عليك الصيف في بداية الصيف كده، في الربيع في الخريف برضو تقدر ان انت تستخدمه. ما انصحش ان انت تستخدمه في الاجواء الحارة اكتر، لان تداخل الباتشولي مع خشب العود ممكن ما يكونش مناسب في الاجواء الحارة. ده بالنسبة للناس يعني اللي هي تستخدمه في الاجواء الحارة. العطر انا اشوفه هو يونيسكس، رجالي النسائي تقدر ان انت تستخدميه او تقدر ان انت تستخدمه برضو، شيء مهم جدا كمان. يعني التداخل بتاع الزيوت العطرية يا جماعة انا عايز اقول ان هو زيت اضافة، اضافة مهمة جدا، تقدر ان تستخدمه في الدوام، تقدر تستخدمه في لقائك مع حد يعني شخصية مهمة برضو هيكون مناسب جدا بالنسبة لك. طبعا الاضافة هنا اللي انا بتكلم عليها دايما هو اضافة للعقل بتاعك، اضافة للحالة المزاجية بتاعتك، كل ما تكون الحالة المزاجية تكون كويسة العطر بيلعب دور مهم جدا كمان في الحالة المزاجية، بينعكس كمان على
حياتك بشكل عام، بينعكس على تعاملاتك مع زوجتك مع أولادك. طبعا كل ما تكون هادي كل ما تكون طبيعتك أفضل كمان. فأنا أنصحك دايما إن أنت تستخدم العطور بشكل مهم جدا، إن أنت تختار نوتات العطرية بناء على طبعا اللي أنا بوصله لك، يعني النوتات العطرية والتدخل بتاع الهرم العطري. ليه بقى؟ لأن في بعض العطور وللأسف للأسف منتشرة جدا، بتستخدمها انت تشوف ان هي كعطر كويس وحلو، تقدر ان انت تستخدمه كعطور موجودة في الاسواق يعني بشكل رخيص. بتستخدم العطر بيضغط على الجهاز العصبي بتاعك فبينرفزك، بيخليك عصبي دايما، وانت ما بتكونش عارف انت عصبي من ايه، لان العقل لا واعي عندك خلاص السيطر عليه وجمع عنده الذاكرة بيحفظ العصبية بتاعتك، فانت ما بتكونش عارف انت عصبي من ايه، ولكن العصبية بتكون جاية من العطور. برضو مهم جدا ان انت تكون عارف المعلومة دي، انا بكلمك عن ثقة، بكلمك عن معلومات علمية دقيقة جدا، تقدر ان انت تبحث ورايا، برضو تقدر ان انت تدور في تحديدا في النقطة دي، هتكتشف الموضوع ده، وانت كمان بالتجارب انت هتشوف وتحس بالتجارب بيها انت كمان، زي ما انت بتكون يعني هادي من بعض العطور كمان في عطور بتعصبك. انا هسيب لك رابط باذن الله في وصف الفيديو باذن الله، يعني تطلع عليه وتشوف وتاخد معلومات اكتر كمان، وتقدر تحصل كمان على العطر باذن الله. حاضر ان انا اوفره لك من مكان ما، من امازون، من هنا من هنا من اماكن تانية، ممكن يعني كمساعدة ليك يعني تقدر ان انت تحصل على عطر. اتمنى ان انا اكون افدتك، وطبعا لو عجبك الفيديو واستفدت من المعلومات يعني ما تنساش ان انت تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد. خلي الفايدة تعم على الكل، وكمان يسعدني جدا ان انت تشترك معايا دلوقتي عشان يجيلك كل المعلومات. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.